السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد صباحكم أينما كنتم. فيديو جديد ويوم جديد من فيديوهاتنا اليومية، والثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، وصباح الخير يا عرب. النهاردة إن شاء الله جاية بوصفة، وما زلنا مكملين في وصفات الليمون بما إنه موجود وبكثرة، هو التخلص من البثور السوداء نهائيا. سبق ونزلت ليكم وصفة البثور السوداء، وكانت عبارة عن فازلين وقطعة من النايلون. بتحط الفازلين وحط عليه النايلون لمدة 5 دقايق، وبعد كده شيليها وبقطنة بتطلع معاك البثور السوداء. ولكن الوصفة دي نفعت مع ناس وما نفعتش مع ناس أخرى، وبما إن كل البشرات مختلفة، حتى لو كانت بشرتك تحت مسمى دهنية أو جافة، ولكن بتكون مختلفة من شخص لآخر. النهاردة جايلكم بوصفة جميلة جدا جدا، هنحتاج فيها ليمون وهنحتاج فيها جيرسلين، والأفضل طبعا يكون جيرسلين بالورد. كل اللي احنا هناخده هو تجانس بسيط جدا، مكون من نص معلقة من الجيرسلين. شايفين الجيرسلين ده يعني كريستال، وقطرات بسيطة جدا من الليمون. طبعا انا هشيل البذور، زي ما احنا عارفين ان الجريسلين بيكون بنفس سماكة ال ثواني احنا وهندوب الخليط مع بعض. فيتامين سي ومضادات الاكسدة اللي بتكون موجودة في الليمون، وكذلك الجريسلين، قوية جدا جدا وكفيلة انها تزيل اي بثور سوداء. بتاخد الخليط بتاعنا ده وبتحطيه على منطقة الانف، منطقة البثور السوداء بشكل عام، وبتجيبي الكيس النايلون ده وبتحطيه عليه. يعني لو احنا شرحنا عملي، فهنعتبر ان دي الانف، هنحط عليها الخليط بتاعنا، وبعد كده هنكون مقطعين طبعا الكيس لقطع، هنحط بالطريقة دي وبنسيبه يتوغل مع بعض 10 دقايق. 10 دقايق كويسين جدا. بعد كده بتزليه وبتجيبي كالعادة التونيك الطبيعي للبشرة، وهو ماء الورد. ماء الورد ده حاجة أساسية في حياتي، قبل النوم بعمل ماء ورد على بشرتي عشان أقدر أحافظ عليها. ممكن كمان لو احنا في الشتاء وحاسه ان البشره عندي بارده، بستخدم كريم نيفيا. بعد ما بتستخدمي الوصفه دي، استخدميها يوميا في المساء، طبعا تكوني زي الكريمات او اي حاجه على بشرتك، علشان تقدري البشره الوصفه معانا تتغذى وتقضي تماما عن البثور السوداء. غير كده فانت هتلاقي نفسك مشرقة كغير العادة، طبعا مع تطبيق الوصفات اللي انا نزلتها من قبل، كلها وصفات مضمونة ان شاء الله وامنة على البشرة. الناس اللي عندها حساسية من الليمون تجرب في جزء صغير قبل استخدام الوصفة. وصفة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تنال اعجابكم. ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.